بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. مستمعينا الكرام أوفياء برنامج بين الأسرة والمدرسة، أهلا بكم. الحلقة جديدة وتواصل جديد مباشر من الآن إلى الساعة 6 بإذن الله. لكل التلاميذ والطلبة اللي هما في عطلة كنقولوا عطلة سعيدة وموفقة، واللي استأنفوا الدراسة من بعد العطلة كنقولوا لهم عودة ميمونة بإذن الله. وما نساوش اللي مازال كينتظروا العطلة الأسبوع المقبل، لهذا بالتحديد كنقولوا ما تنساوش تخطيط العطلة إيجابية كتعطي دفعة جديدة للآباء والأبناء المزيد من الإنتاج والعطاء بإذن الله. ما تنساوش أيضا الأنشطة المشتركة اللي كتقوي الرابط بين الآباء والأبناء. مستمعينا الكرام اللي كيتابعونا باستمرار واللي كيتواصلوا معنا، كنقولوا شكرا على وفائكم، وكنتمنوا يكون هذا البرنامج منارة كتساعدكم لتبين معالم الطريق التربوي والأسري بإذن الله. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأهلا وسهلا بالدكتور عبد المجيد الوكيلي الموجه التربوي والمستشار الأسري. أهلا وسهلا بك أستاذ. بارك الله فيك الأستاذة وفاء، شكرا لك على هذا التقديم المبارك والرائع جدا. في الحقيقة الأنشطة ديال العطلة مع الآباء هي مدرسة خاصة بوحدها، غادي نتكلموا عليها. اسمح لي فقط نوجه تحية للفريق اللي كيشتغل كيرافقنا اليوم. تحية كبيرة للأخت فتيحة الإدريسي اللي معنا في الهندسة الإذاعية، والزميل وديع أزلقان اللي كيستقبل المكالمات ومعنا في الإخراج. طيب نرجع للعطلة المدرسية. أحيانا كنخططوا الأشياء كثيرة مهمة في حياة الأسرة، لكن طبيعة التخطيط لهذه العطلة المدرسية اللي كتكون في وسط السنة ربما كنغفلوا عليها. صحيح. وحتى إذا كان سفر كنخليه سفر مفتوح، ما كيكونش أهداف محددة لبناء شيء معين أو تصحيح شيء معين. شو يمكن نصائح لنوجه الأسر في هذا الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. وأختي الكريمة وفاء، لما نتحدث عن العطلة من فعل عطلة، في اللغة العربية عندنا واحد الثراء جميل جدا، لما تقلب حروف الكلمة قد تدور في نفس فلك المعنى الأول. نعم. بمعنى عطلة طلعة، فالعطلة هي مظنة طلوع المستوى الأخلاقي والمستوى الثقافي والمستوى الروحي والمستوى التربوي. كتكون واحد الفرصة باش نجلسوا، لأن الجلس مهم مرة الجلوس ديال الفرد كفرد يجلس مع راسه، ما يكونش عنده التزامات اللي كثيرة، باش يراجع نفسه، باش يعرف نقاط القوة نقاط الضعف، المنهج ديالو واش راه غادي مقاد ولا ما مقاد شيء من جهة. وثم كذلك الأسرة الصغيرة أيضا كيكون عندها واحد الوقت كافي في العطلة باش تجلس مع ولي. وكان أعتقد أنا حتى الآباء اللي موظفين أو كيخدموا عمل حر بوحدهم، أنا أعتقد يجتهدون باش في العطل يعطيوا وقت لوليداتهم على الاقل بعض الايام ديك العطله، كيحاولوا ان يكونوا موجودين مع هذه وحده. ثانيا، لما نتحدث عن العطله ليس معناها التوقف عن كل عطاء ابدا، هي اجازه وليست لا نعطل الطاقات والقدرات في العطله ابدا، هي فرصه. مثلا بحال دابا كليمداس ديال البكالوريا قرب الامتحان الجهوي والوطني، اكيد عندهم واحد شويه القلق. حنا ننصحهم في هذه العطله ولا بد واحد 3 ايام ولا 4 ايام ديال الجلاس، ولا بد واحد 3 ايام فرغوا راسكم، جلسوا مع راسكم، شموا الهواء الطلق، شوفوا الطبيعه الجميله اللي خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، لبدايه جددوا الطاقه ديالكم ودعيوا الله تعالى، وصلوا واحد جوج ديال الركيعات اللي يكونوا زوينين شي نافله تكونوا مخشعين فيها، ودعيوا الله في السجود. وشوفوا الى عندك شي جدات كل شي جد كيدعي معك هو، يقول له يطلب الله تعالى يثبتني ويبعد عليا القلق والخوف والخلعه. انا كنعتقد العطله شرتي لواحد المساله مهمه الاخت وفاء، يعني العطله ماشي تساوي السيبه ابدا. اكيد كثير من المرات كنربيو ونربيو ونربيو، كتجي العطله كتفلس، كتجيح، كتخرج الطريق، وكنعاودو من الصفر، نبداو من الصفر بعد العطله، ونعيشو في هذه الحلقه المفرغه كنظروا في بلاصتنا كما كان. خصوصا مساله النظام او القواعد اللي كتسميها انت قواعد داخل البيت، كنعتبروا بان العطله فرصه اننا نخترقوا القواعد، وخاصه بالنسبه للاطفال، لان ملي كتبقى تلقى العائله كتلقى الروينه، بعض المرات كتلقى الخوالات الخوال العمام العمات الجدود، هذا كيفاش هاد الايجابيه؟ إيجابية جدا يعني. ولكن فين المشكل كيوقع؟ ملي انت كتعطيهم واحد النظام غذائي معين ولا نظام ديال التوقيت ديال النوم معين، انا كنعتقد يمكننا نطلقوا شي شويه، ماشي بحال الدار 100% نجوزوه بشي شويش، ولكن نطلقوه وحنا مراقبين من الفوق، حنا نديروا اشراف، والا غادي نقدروا في العطله نخسروا بزاف ديال الحوايج اللي تعلمناهم مع وليداتنا.
طيب إذن هذه فرصة لكل الآباء والأمهات اللي هما في عطلة الآن واللي مازال كينتظروا العطلة الأسبوع المقبل باش يديروا جلسة أسرية بين الآباء والأبناء ويشاركوا حتى أبنائهم في التخطيط للعطلة. شنو هي المكتسبات اللي يبغيو يحققوها في العطلة؟ شنو هما ربما الثغرات اللي موجودة في شيء معين اللي يبغيو يقوموا بها؟ كاين فرصة للهوايات والأكثر من هذا فرصة للتقارب بين الآباء والأبناء. إذا نسمعوا الأستاذة وفاء كتقول لكم لابد من جلسة للي راهم في العطلة دابا، لأن عندنا واحد الفريق في العطلة، للي في العطلة دابا وللي غياخذوا العطلة، هادو كلهم خصهم يديروا شي جلسة باش يضبطوا شغلهم. أكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ. مستمعينا الكرام، سيرفع الآن أذان صلاة العصر بمدينتي الرباط وسلا والنواحي. وصلوا معكم برنامج بين الأسرة والمدرسة. مستمعينا الكرام، كنذكركم بأن رقمنا الهاتفي هو 0537-66-17-26. بإمكانكم أيضا توصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج بين الأسرة والمدرسة. وغادي ناخذ أول اتصال هاتفي معي. حسن من قلميم، أهلا وسهلا بك سي حسن، وأهلا بكل مستمعينا من قلميم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك يا أختي وأحيي الأستاذ على هذا البرنامج القيم. بارك الله فيك. ولدي سؤال قد يكون معقدا نوعا ما، ولكن أتمنى أن أجد له تفسيرا عند الأستاذ إن شاء الله. تفضل سي حسن. أنا حسن من قلمين، 30 سنة. نعم. مكفوف. كنت أريد أن أتعلم اللغات، خاصة الفرنسية والإنجليزية، ولما لا اللغة الإسبانية. كنت أحاول خاصة في اللغة الفرنسية، وأتواصل بها بشكل لا بأس لي، ولكن الآن بعد فقداني للبصر بعد 3 سنوات لم أجد طريقة لأقرأ وأتعلم، وأنا لست في مكان توجد فيه القراءة بطريقة براين. نعم. وليست عندي إمكانية صحية يعني بصرية لأدخل إلى الشبكة العنكبوتية، وأريد من الأستاذ إن كانت هناك طريقة لتعليم هذه اللغات. فأنا أحب كثيرا هذه اللغات الثلاث، وشكرا. شكرا جزيلا لك سي حسن، وكنقول الله يتقبل منك. الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي شخصا معينا بالتأكيد أنه يعوضه بأشياء أخرى قد لا يراها في البداية، لكن ربما في وقت معين سيرى نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. شكرا على تواصلك. معي اتصال آخر، معي أم حفصة من البيضاء. أهلا وسهلا بك يا أم حفصة. أهلا وسهلا أخت وفاء، كبيرة لبس عليك. الحمد لله، كيف حالك؟ الله يجزيك بخير، انا فرحانه بزاف لان هذه ثاني مشاركه لي في البرنامج. وكيف حال حفصه؟ لاباس عليها؟ مبارك الله فيك، يجزيك بخير. الحمد لله. تفضلي سؤالك. الحمد لله الله يبارك فيك. شكرا. الحمد لله. تفضلي سؤالك اختي. السؤال ديالي، عندي واحد وليد عنده 4 سنوات ونص. صراحه عنده 4 سنين ونص، واحد الصبيعات صباح وعشيه في الفم ما كيتحيدوش صراحه. نعم. ما عرفت يعني، حاولت محاولات عديده. انا سمعت بان المشكل يقدر يكون مرضع. انا صراحه حاولت مده ديال عام و4 اشهر، يعني داكشي اللي عطاني الله زعما حاولت. نعم. ولكن يعني حاول جميع الطرق كما كيقولوا الناس، يعني ديري الحار ديري هذه والو، اللي لحد الان باقي يعني هو دخل المدرسه، هو الان في المدرسه، ودخل هذا اول عام في المدرسه. نعم. هذا هو اول في لاموين، ولكن يعني من مده سنه هو دوك الصبيعات في الفم صباح المساء، حتى في المدرسه حاولنا زعما داك واحد الناحيه نفسي زعما الوليدات يضحكوا لي هذه والو، ما كاينش بدون جدوى، ما بغاوش دوك الصبيعات. غادي تسمعي راي الاستاذ ان شاء الله في هذا الامر، والله يحفظ لك وليداتك اخت ام حفصه. غادي ناخذ اذا سمحتي لي سؤال اخر ايضا من صفحه البرنامج من وفاء. مرحبا. تقول كيف أفتح حوارا يوميا مع ابني وعمره 15 سنة لأنه لا يقبل هذا الحوار. تقول بأن الأمر مع إخوانه أفضل، يعني الحوار سالك مع أخوة الوليد لكن هو لا يقبل. مرحبا. إذن سنبدأ بوفاء إن شاء الله تعالى. طبعا من اللي كنتكلموا على كيف أفتح حوارا يوميا، أنا ما نفضلش أن نفتح حوار يومي، لأن إلا بقت الدار كلها عبارة عن حوارات يومية غادي تعقد الأمور بشكل كبير. نعم. أنا كنقول يكون حوار أسبوعي نصف شهري مزيان، واليومي ماشي كل حوار، يكون تطبيق الفنيات ديال الأم وديال الأب
في اليومي، لان اليومي عندنا نقدر نقول لك واحد على الاقل الولد كتكون عنده عشرات السلوكات على الاقل اللي خصها فيها إنا بمعنى خصها نعم. تعالج او تقاد شي شويه او شيء معين يتبنى من جديد يعني صحيح سلوكات. اذا يعني. عندنا اليومي صعيب، فيه البناء وفيه التصحيح وفيه العلاج وفيه الوقايه، بزاف الحوايج اللي عندنا اليومي ما غنبنيوش معه حوار يومي، وانما هذا عباره عن تقنيات وعباره عن فنيات مع الولد حينما يخطئ اعرف كيف اتعامل، نضبط انا شغلي وكيجي الحوار باش يعاوننا في التنزيل ديال ديك القواعد اللي كنعرفها باش نخدم بها يوميا. الا بغينا نقولوا الحوار اللي يكون اسبوعي ولا جلسه الاسبوع كنحطوا فيها المعالم الكبرى باش ما نعيوش بزاف في اليومي. لما لا نضع القواعد الكبرى يقع التعب الكبير يوميا وفي كل لحظة غادي نبقى. ولذلك تجدين أختي الكريمة على أن بزاف ديال الوالدين يوميا عايشين في واحد المشكل رسمي رسمي رسمي، وديما يتعود نفس المشكل بمعنى لم يتصرف بطريقة أخرى. ولدي ما فقش بكري كنغوت عليه، ما فطرش مزيان كنغوت عليه وكيخرج، خصني ندير سبب، يمكن ما كينعسش بكري، يمكن واحد النهار لو كان نخليه ما نديش أنا بالسيارة نوصلو راه يمكن غادي يوقع عليه واحد المشكل في المدرسة وما غادر ما غاديش يرضى مع أصحابه. فأنا أعتقد قد يكون هذا الأمر يساعدنا كثيرا لما نضع القواعد والحوار كيكون بشكل جميل عادي. جدا. الأمر آخر بغيت نسأل عليه فهاد النقطة يعني على هامش سؤال وفاء أيضا، هو أن أحيانا كنوضعوا أنفسنا مع أبنائنا وكأننا الدور ديال المعلم والقاضي، كنحكموا عليهم نعم. وكنعلموا، كنساو بأن نمارسوا أمومتنا ولا الأبوة ديالنا نعم. في الحياة اليومية دائما أنا باش نقوم باش نوجه وكنسى أنا كي أحب وكي أتفهم. جميل. هو لما أتحدث عن الحوار أتحدث عن التنازل عن الألقاب. جميل. لما تقول الحوار تنازل عن الألقاب، ما تقولش أنا باك سمع لي جلس معايا نتحاوروا، هنا ضيعتي الأسس ديال الحوار، ولا أنا ماما كره الجنة تحت أقدام الأمهات. وهذه الهضرة كتعاودها الآباء دائما نعم. كنتمنى أنهم يعملوا بها. إن شاء الله نساو ديك السلطة. بالنسبة للسؤال ديال سيدي حسن الله يحفظه وسعداته، راه عنده واحد الأجر عظيم، راه ابتلاه الله تعالى، من ابتلاه الله تعالى بحبيبته أبدله بهم الجنة. بعد الأولى شوف أنت غير هذه الفرحة اللي عندك أنت، أنت يعني سابق واحد العدد كبير ديال الناس، ربي دفعك، ربي بغاك ودفعك، سابق بواحد الشكل كبير جدا. ولذلك أنا أقول راه ماشي صعيب باش تعرف اللغة الفرنسية. طبعا المجتمع ديالنا فيه التكافل والتعاون، اخص تشوف بعض العناصر، لا بد ما تقلب في عائلتك في الاصدقاء في الجيران، يعطيوك يسجلوا لك قرص فقط عنا. جميل. ماده سمعيه موجوده، ماده سمعيه موجوده بكثره، حنا لو كان نعرفوا العنوان ديالك نصيفطوها لك سيدي، حنا ما عندناش مشكله. فانا كنعتقد اذا كانوا الاقراص وفيها المستويات، المستوى البسيط والمتوسط وهكذا تطلع في الدرج وغادي تتعلم. شوف سيدي حسن، راه عندك القدره، انت ما شاء الله عندك طاقه كبيره ديال الاستيعاب، غادي تتعلم الفرنسي والانجلي والصبليونيه وجميع اللغات اللي بغيتي تتعلمهم، غير خذ وقتك الكافي وما يكونش عندك هذه النظره ما تعطيش لعقلك رسائل سلبيه. دابا انا خوفتني قلتي لي سؤال معقد، راه ما معقد ما والو، هذا ابسط سؤال استقبلته في هذا البرنامج، فنطلب الله تعالى يوفقك باذن الله. الا سمحتي غادي ناخذ اتصالات وثم نوصلوا الاجوبه على اسئله المستمعين. معايا محمد امين من سلا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك. كنشكركم بعدا على البرنامج. بارك الله فيك بزاف. واخا انا جيتي زعما يلاه ان اب، يلاه عندي واحد البنيته عندها عام، بما ذلك تنتعلم شي حاجه على فينير ان شاء الله. ان شاء الله، الله يحفظها. الله يحفظ البنيته. عندي واحد جوج ديال الاسئله اللي سمعتها. تفضل السيد. السؤال الاول جوست، انا تنخاف من بنتي، تنخاف عليها بزاف، يعني عندها ان نو تنخاف عليها بزاف لا طير، واش هذا الخوف هذا المبالغ فيه قد يأثر على الطبيعة ديالي؟ يعني مرحبا، هذا السؤال الأول. نعم. والسؤال الثاني، جيت في هاد الوليدات اللي عندهم تقريبا عام عام وشي عام، كيفاش نعموا الوقت ديالهم؟ واش من دابا تبدا تقريهم تقع لهم القصص، ولا تخليهم يديروا اللي بغاو من بعد عاد بدات ولا تعموا لهم الوقت ديالهم بعض الأنشطة اللي دابا الناس كبار تيديروها؟ محمد. واضح ان شاء الله. اذا غتسمع الجواب باذن الله سي محمد امين. غادي ناخذ اتصال اخر معايا سي مصطفى من الرباط، اهلا وسهلا. اهلا، لا تحيه ليك وتحيه للدكتور. بارك الله فيك. السؤال ديالي دكتور الله يخليك، انا عندي واحد الطفل عمره 6 سنوات دابا.
نعم ثلاثة الأطفال وهذا هو الطفل الكبير وفي عمره 6 سنوات. هو الولد في بداية ديالو يعني العامين الأولى ديالو كان طفل عادي إلا ما كانش نقدر نقول النمو ديالو كان يعني مزيان يعني تمشى بكري كان كيهضر مزيان يعني ردود الأفعال ديالو كانت عادية وطبيعية جدا. نعم في السنة الثالثة ديالو كنا درنا واحد الانتقال للدار البيضاء، حنا كنسكنوا في الرباط ومشينا للدار البيضاء، فهذيك السنة هذيك يعني الحياة ديالو تبدلات واحد شوية، واخا هو طفل باقي صغير يعني ولا حليم أكثر من القياس، يعني الدري كيسهى بزاف كيسهى يعني حتى لدرجة بالليل أنه بعض المرات كنفيقو كنلقاه حل لعينيه كيشوف، هادشي في السنة الثالثة. طيب فهذيك السنة بالضبط ولاو كيجيوه دي كريز ديبليبسي، ولكن ديك كريز اللي مقترنين بالنوم، يعني الطفل كيكون ناعس واحد شويه ربما كتجيه واحد كيجي بحال كيولي كيرد. نعم وداك الساعه كيدخل في واحد لا كريز. داك لا كريز شنو عباره عن السيد صافي كيف قد الوعي. نعم. ما عندهاش واش الاطباء يعني شخصوا الحاله بانها صرع؟ الحاله تماما بانها صرع واحد النوع ديال الصرع ديال الاطفال. نعم بدا كياخذ التريتمون ديالو نورمال، يعني استجاب حتى هو الادويه وداك الشيء، يعني ما عندوش مشكل في الادويه. دخلته من بعد لواحد المدرسه. نعم في سن 3 سنين رجعنا هنا الرباط، دخلته هنا لواحد المدرسه في الرباط. السنه الاولى ديالو والسنه الثانيه في التمهيد يعني لا موين ولا غروند. نعم من خلال المعلمات ديالو داكشي بانه كان بوحدو، كان في عالم ديالو بوحدو يعني ما مندمجش مع الاطفال. طيب فهاديك هو نورمالمون كان خصو يطلع للقسم الموالي، انا والام ديالو فضلنا انه يعاود قسم التمهيد ونعاودو ليه تماما. نعم. فاش هاد العام هذا واحد تحسن كبير ولا كيعرف يكتب ولا كيعرف يقرا يعني يعني حتى من خلال داكشي اللي كيوصلونا له الناس اللي متابعين وداكشي بانه ولا مزيان كيهضر مزيان كيشارك ولا كيندمج ولا مندمج اكثر مابقاش كيدير دي كوشمار بالليل. دابا السؤال ديالي واش هاد القرار اللي اتخذنا واش مزيان؟ هذه الاولى. ثاني حاجه بغيت نعرف حيت هو الطبع ديالو الطفل اللي حنين ما حالم بزاف، حيت كنشوفو مقارنة غير مع خوتو مثلا حنين وحالم وما عرفتش كيفاش نتعامل معاه. طيب جميل، المشكل واضح يعني سؤالك واضح سي مصطفى، غادي تسمع الجواب باذن الله والله يحفظ لك الوليدات. طيب استاذ غادي نمشيو لام حفصه من البيضاء. مرحبا. اذا مادام ام حفصه قالت لك ما عنديش مشكل في الرضاع، مادام دارت ليه بعض الاليات اللي كيديروها الناس، اما دير ليه سكوتش في الاصبع ديالو الساق ولا دير له شي حاجه من هذا القبيل، الى ما كلاش هذا الشيء لا تهتم به، ما تكتاثش بزاف لهذا الشيء. تغافل لو انها تتغافل ومره مره دير هذه الطرق، انا كنعتقد باللي غادي تلقى نتيجه، لان بعض المرات احنا الوالدين كنلصقوا الطبيعه في الوليدات ديالنا عن طريق الحرص وعن طريق يعني الملاحظه الشديده امام الناس ولا فين ما داري وكلا سبعه. خويا مساله قالتها بان كنقولوا ليه غيضحكوا عليك الوليدات وهذا هذه ما مزيانش ايضا. لا ابدا ابدا. هذه من الامور التي هذه نسميوها يعني الى صح التعبير المكسرات النفسيه، لا كتهدم النفس، كتهدم او دير اعطاب، كتهدم وكتفقدي ماشي ماشي كيفقد النفسيه ديالو ملي كتعطي هذه المعلومه، كيقول انا راني محط ضحك للناس وحده، ثانيا غادي يحس باللي حتى واحد ما معاه، لان يقول حتى والديا كيقولوا لي هذه الجمله هذه. نعم. فمسكين غيحس باللي غياب الاعتبار والامان ويرجع للعاده ديالو اللي هو كيوجد فيها القى راحته فيها يرجع ليها. سي محمد احيانا انا استاذ ما كنشغلوش حتى ابنائنا كنكونوا صغار كنخليوه اليوم كامل ما كنعطيوه شنو يعطيه شوف اعطيه صحيح 4 سنين ونص عرفت اشري له غير بعض الكتيبات فيهم ديال التلوين وعلمو يلون مثلا، علمو يلون وجازيه على التلوين وهذا غادي يوقع ان شاء الله، نشغلوا له صبيعات. والاهم هو التغافل اللي قلتي ونساو الامر. الوسائل العلاجيه نبدلوا فيها النوع وتيجي بالله التيسير، ولكن رقم واحد في الوسائل هي اننا نتغافلوا على هذه المساله هذه.
طيب النساء اللي عندها عام الاباء خصوصا كيخافوا بزاف على الوليدات في هذا السن. والحمد لله راه الله يكثر بحال هاد الاباء، لان الامهات مساكينات كفى ما حملوا صراحه والله العظيم. لقاءات متعدده الاخت وفاء زعما اغلب الحضور نساء امهات، وكتلقاها خدامه عن اليمين وعن الشمال، وكاين اللي موظفه وخدامه في البيت وعندها كتبع الوليدات قرايتهم والمراجعه ديالهم. ولكن ملي كنلقاو الاباء من البدايه انا كنقول هذا مما يساعد على تربيه الابن تربيه جيده، غير فقط مزيان ملي كنتعلموا من الان. الحرص الكثير هو دائما فيه نوع من الخلل، الحرص الكثير فيه نوع من الخلل. شتراه اللي كيحضي واللي كيحفظ هو الله سبحانه وتعالى. انا راه كنقول عندي واحد سبحان الله كنحس بالعظمه ديال سيدي ربي ملي الدراري كيوصلوا كيكبروا، لان كتقول هذا عنده شهر شهرين ثلاثه يقدر شحال قد الام، واش توقف الحياه مهما كان الاحتياط الابوين؟ راه ممكن الدري هو يقتل راسه، يتلوى غير في شي كسيتينه غيموت، ممكن في الليل يطيح، ممكن يخشي يدو في عنقه، اي حاجه ممكن توقع. ولكن اعلم يعني الطفل خصو يكون قريب الام زينب، ولكن اعلم بان الحافظ هو الله. صحيح. وان الله تعالى وكل ملائكه تحفظ الانسان منذ صغره. عندك تحسابك بالحرص ديالك راه حنا نحضوا ولادنا، عندكم تغلطوا راه ماشي الحرص ديالنا ابدا. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. دائما نربط هذه الافعال الكبيره والعظيمه نرجع بها إلى مسبب الأسباب، هو الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وحماية وقدرة وحفظا، وهو سبحانه وتعالى المتكل بهذه الأشياء. تاخذوا شوية الأسباب. نعم بالضرورة. لكن لما نفرد في الأسباب، يعني الأب ملي كيتكلم باين باللي خايف بزاف. أكيد كنقول ما مزيانش تخاف على ولدك بزاف، دير الأسباب العادية وانطلق في الحياة العملية وخدم واشتغل واجتهد وقرأ وتعلم. أما وحتى التعلم، أنا عندي ما يسمى بظاهرة التعلم المرضي. واحد مثلا فيه واحد المرض وكيقرأ عليه وكيقرا الدواء والاثار الجانبيه، هذا ما عمره يبرى مسكين. ولا ايوه الحاله النفسيه ديالو كتهتز. ولا شي واحد كيشوف ولده فيه شي ظاهره وكيقرا عليها الجزئيات والتفاصيل، ما عمره غادي يستفد بحال المتخصص، يستحيل، لانه يقرا بنفسيه مريضه. خصو نتكلموا على القرايه. نعم. العاديه، وهذه حاله ديال السواء نقدروا نشتغلوا عليها، زعما راه ماشي صعيبه، خصو يتدرب ويتعلم على انه يصبح في حاله السواء في التعامل مع ولده. لما نتحدث عن الوقت، أنا أعتقد أن ملاعبة الولد عبادة. صحيح. له مع الأبناء عبادة ومنصوح. سن عام كيبداو يستوعبوا الألعاب التربوية. صحيح صحيح. كيستوعبوا الأشياء. يعني أولا أخلق نوع من التواصل، يعرف صوتي كأب مزيان، يسمعني نقرأ القرآن مزيان، أقرأ عليه أنشودة أو شيء من هذا القبيل مزيان، نعلمه الكلمات مزيان، يعني ما نقولوش مثلا بابا تيتي هذا، لا نقول له عادي اجلس هكذا، اجلس والو بالدارجة عادية، اجلس نود أجي. صحيح. ماشي نعلموه باش ما يبقاش ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. من البداية ياخذ الكلمة، من البداية يسجل عنده حتى يستطيع أن يتكلم بهذا الكلام. وأيضا إلى طلقنا القرآن مزيان، لأن المحيط يؤثر على الأطفال. لاحظتوا الأطفال راه إلا درتي واحد الموسيقى فيها الشطح غيوليو يشطحوا، إلا درتي القرآن غيبقى يفهم على كتاب الله وهذا. ولذلك من الأحسن في هذه السنوات نبعد عنهم كثرة الصخاب، نبعد عنهم الآلات الإلكترونية لأنها قد تؤثر على صحتهم وهم في هذا السن. فكنعتقد أنا سير مع ولدك شوية بشوية وغادي يكون إن شاء الله في المستوى المطلوب بإذن الله. نمشيو لسؤال سي مصطفى من الرباط. مرحبا سيدي مصطفى. في الحقيقة شرح المشكل مزيان، واضح المشكل ديالو الآن بالنسبة واضح جدا، ولكن يبدو لي والله أعلم كنت لابد أن أسأل عن معلومة مهمة، وهي فوقاش زاد الولد الثاني من بعد منه؟ لأن الدري كان نورمال طبيعي عادي، كان عاديا جدا، هما ثلاثة هو هو الكبير أكيد غيكون زاد موراه غادي يكون مزيان. إذا ربما هذا الولد حظي بعناية شديدة من الوالدين، ومن اللي جا الولد الثاني او البنت، المهم اللي جا من بعد منه المولود الثاني، وربط التغيير بالانتقال ربما يكون قبل مساله لا ربما لا الولد ما لا يدرك يعني ما عندوش واحد الارتباط كبير بالمكان هذا تخاف على شي واحد اللي عنده دخلتيه للروض 4 سنين 5 ولف المدرسه ولف الاصدقاء وهذا يمكن يوقع له واحد الانكماش، هذه وقعت وكتوقع في الغالب.
لكن أنا أعتقد أن المسألة مرتبطة بالمولود الجديد، ربما أثر عليه كثيرا كثيرا، وربما الوالدين ما انتبهوا شيء بزاف. فكان أعتقد أنا ألاحظ عنده المشكلة، أنا بان لي واضح عنده المشكل ديال إثبات الذات وتقدير الذات. لاحظي معي الأخت وفاء، لما كرر العام علاش ولا مزيان ولا علاش؟ لأنه أثبت ذاته وسط المجموعة، وجد راسه فاهم أحسن منهم ربما. إذن الإشكال أنه كان الذات ديالو مثبتة قبل ما يزيد خوه ولا أخته. نهار اللي زاد القرص عنده المنافسين والمشاركين، وربما بقسط أكبر، لأن الولد ملي كيكون عاد زاد خصو تخرقو، خصو تلبسو، خصو تراعيه، خصك تردعو شحال من مرة وينعسلك ويفيقلك وتدوش ليه وهذا. فربما أعتقد أنه الآن من خلال هذه الإشارة، أنا أعتقد أن الولد خصو شي شوية ديال الحنان وشي شوية ديال ضموه لعندكم، لا انت ولا الأم ديالو، وتتكلموا معاه بشوية بشوية، فكان أعتقد ربما هذا يخفف كثيرا من حدته بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة للقرار اللي خداوك سليم؟ لا، قرار مزيان وعطى نتيجة، ماشي مشكلة. أنا كان عارف شحال ديال الناس اللي التكرار لعب دور كبير في حياتهم. كثير من الناس اللي كرروا العام تبدل المسار ديالهم بالمرة، انطلاقة كبرى قوية. يعني إعادة، يعني خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام. جميل جدا. غادي ناخذ اتصال آخر معايا. فاطمة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. لعل رضوان اللي معايا. رضوان، أهلا وسهلا بك. بخير صحة لاباس. السلام عليكم. الحمد لله، كيف حالك؟ الله يبارك فيكم. أختي بغيت نشرح مع الأستاذ. عندي واحد البنية عندها تقريبا 3 سنين. نعم. وهي عنيدة بمعنى الكلمة. مثلا دابا انا دخلتها للروض، فاذا بها مثلا نقول لها مثلا رسمي، هي كتعرف دير داكشي، واني هي كتمشي لك للعكس. الا طلبت اش كدير مثلا؟ تمشي للعكس مثلا تتقول لها تبعي مثلا، عطيتها شي حرف بالنقطة تتبع بالقلم الرصاص مثلا، ما تبغيش تتقول لها وركي ما توركش. وكتبقى معصبه لان عندي زوجه شويه عصبيه. طيب، اذا الام ديالها كتعصب معها. كتسمع البرنامج دابا الزوجه؟ لا، دابا انا في الخدمه، انا غير كنتسنط وكنحاول باش نتصل بكم، ما كيجيش. طيب، نتمنوا انها تعاود تسمع، بما ان الجواب غادي يكون كيتعلق بالنيته ديالكم، اذا الام ديالها غتكون معنيه. نتمنوا تسمع الاعاده يوم الجمعه مع العشرة ديال الليل. هذه الحلقه باذن الله يمكن تعاود تسمعها في العشرة ديال الليل ان شاء الله. طيب، البنيته عندك هذا هو المشكل اللي عندها؟ هذا هو المشكل العنيده، ودابا ولات مثلا تهضر معها مثلا بحال هكا، ولات بحال كتشد في يديها وكتعصب بحال كتكنز سنانها مثلا. مرحبا. طيب، انا بغيت شي نصيحه بحال هكا باش الزوجه ديالي تسمع الجواب. هذا تسمع الجواب باش ان شاء الله تعامل مع هذه القضيه باذن الله. غادي تسمع الجواب السي رضوان. غادي ناخذ اتصال اخر معايا. فاطمه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. لاله، مساء الخير دكتور. الله يبارك فيك. كيف حالك يا فاطمه؟ ميرسي بارك الله فيك. تفضلي. شويه مريضه، حلقي شويه. ما كاين، كنسمعوك ان شاء الله. يشافيك، ولكن كنسمعوك ان شاء الله. تفضلي سؤالك. سؤالي لاله، على صافي دابا شي بحث نصليك هدي، وانا كنبغي نصحته ما كنقدرش. على دكتور الى بارلي لا دورنيير كو، بان حنايا التربيه ديالنا هضر على لافريك، جو كخوا لافريك لوروب سونترال ولا ما نعرف، قال لك بان التربيه ديالنا للاطفال كتتسن بالعشوائيه. نعم. دير كون ايديوك نو زونفون الياتوارمون. صحيح. واحد النهار انا كنت لا سيمين دورنيير مع اون امي، قلت لها راه فوالا دكتور، الى دي في واحد ليميسيون بان حنا افيك تو سكون في، قلت لها افيك تو سكون في، اون كونسيدير بان التربيه ديالنا عشوائيه. وبقينا كنناقشوا الموضوع. فيكتيفمون انا كنظن زعما كيلكو باغ عندك صح، في واحد زعما كيلكو باغ عندك صح. طيب، مي شنو نقدروا نديروا؟ نعم، انت دكتور. هذا هو السؤال الايجابي. هو ما العمل؟ اختي فاطمه، انا غير بديتي عرفت سؤالك. انا 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 ان
المهم اون جينيرال كما هذه الاهداف الكبرى والسؤال اللي سالتي الشرطه ديالنا بلو نوبل لان سي دي ميتي نوبل سي ديجيتاسيون كلشي حنا ملي كدور كدور كتقول واضح واضح شكرا. اخت فاطمه شكرا جزيلا لك وسالتي السؤال اللي خصو يتسال لان بدل من ما نسبوا الظلام حنا كنحاولوا نشعلوا شمعه بدل ما نتكلموا على الظلام غادي تسمعي باذن الله مرحبا. اشياء كثيره اللي غادي تساعدك في تربيه الابناء ديالك وكنتمنى تكوني مواظبه على البرنامج لان سؤالك الان كبير غادي يعطيك الاستاذ بعض الاشارات لكن راه هو البرنامج كله مرحبا. هو ما العمل طيب استاذ غادي نمشيو نبداو بسؤال مرحبا بالنسبه للسي رضوان عندنا دائما ملي كنتكلموا على العناد كنتكلموا جوج الاطراف جوج الاطراف متخاصمين ويتشاكسوا وعنيدين بجوج كيتشاكسوا حنا وليداتنا لا العنيد هو الاب والام ماشي هو الولد الصغير الولد الصغير العناد هو مظهر من مظاهر النمو هو مظهر من مظاهر السلامه الصحيه للولد يعني طبيعي جدا من سنتين لثلاث سنوات طبيعي ان العناد يقع فبالتالي الاشكال في المشاكس الاخر يا سيدي القرايه راها بحر لا ينتهي درت لها حرف الحاد تبعو ما بغاتش تبعو تبع حرف الشين فين راه المشكل تقلب كاع وترسم هاد السين واش مطلوب منا نخدمو مع الوليدات الحروف ليس بالضروره ثم الخطير في الامر وكيقول لك انا لما كنقول لها ارسمي فعل الامر ممنوع في هذه السن صعب تقول لها ازير لا خليها على خاطرها يمكن نتكلم انا وياها في امور راه حنا كنرسمو كنقول لها ابنتي كتبي ملي تكون هي انسيابيه معك نعم ترسم لما كنوليو كنضادو اكيد غادي نربيو فيها الاعصاب غادي نربيو فيها القلق غادي تقرقب سنيها غادي تعض صباحها غادي يمكن تضرب وجهها ولا يمكن غادي تضرب الحيط ولا دير اي شيء هذه مظاهر من مظاهر الغليان وانها ما لقاتش ذاتها عرفتي بحالاش ملي البذره كتكون في الارض وكتبغي تنمو اش كدير كتشقق التربه باش تخرج وتنمو وبالتالي فنفس الشيء لما يقع هذه الفتاه تريد ان تنمو ولما نحبس نموها فإنها يعني تمزق ما حولها وهذا شيء طبيعي فأرجو الله يخليك هذه المرأة خصها تسمع الزوجة ولا ديال السي رضوان خصها تسمع لنا هذه الحلقة والله يخليها ما تعصبش مع بنتها ولا أنت ولا هي دابا أنت اللي ظريف وفاهم وماشي معصب كتوقع لك مع هاد المشاكل اما الا ما كانت معصبه ماذا يقع معها وعندكم يزغبكم الشيطان وتضربوها ما ممنوع الضرب لانك اذا ضربتها سترسخ فيها السلوكيات السلبيه وهاد البنت اما تخرج ملي تكبر تولي عدوانيه واما ستصبح منطويه وفي كلتا الحالتين ما عندناش الربح حنا وليداتنا كنربيهم كنبذلوا الجهد معاهم باش يخرجوا زوينين وطيبين ونفرحوا بهم يكونون كما ذكر القران الكريم قرة اعين نتشاوروا معاهم شنو بغات واش ترسم نحاولوا نستدرجهم على راحتهم معين كما بغات الطريقه اللي نخليها على راحتها زعما ماشي مشكله تقول لها ديري هذه كاين دابا الان لا ميثود ديال مونتيسوري معروفه هذه الطريقه الان ما تلعب وفي اللعب ستتعلم اشياء كثيره باذن الله تعالى وحبوها وضموها ونقول لكم انا نزيد نعطيكم واحد التفاؤل هاد البنت ساهل تبرى لكم غير شدوها وضموها عنقها وخليوها دير الامور ديالها وشكروا الا انت قلت لها دالو هي رسمت الجيم قول لها تبارك الله على بنتي ما عندي ما يتسال انت قول لها رسمي القطه وهي ترسم لك الشجره ما شاء الله بنتي ممتازه جدا وصافي وخليها اذا الثناء الرابط العاطفي بينكم وبينها شويه الحريه والثناء عليها بالتاكيد غتكون مزيانه ان شاء الله نمشيو للسؤال الكبير فاطمه كما قال له هذاك السيد اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له راني كنسمعكم انت ومعاد كتدعي وما كنعرفش انا كدير داك الشيء لا دندنتك ولا دندنه معاد قال له لا احسن دندنتك ولا دندنه معاد قال له اش كتقول انت كنقول له يا ربي اديني الجنه قال له حولها ندندن بمعنى الموضوع الذي سالتي عنه حوله اقمنا هذا البرنامج وحوله تقام المناظرات والمحاضرات واللقاءات وانا اعتقد ان التربيه سيروره لا تنتهي ابدا هو طريق طويل هو طريق طويل لا يمكن ابدا ان نصل الى نقطه نهايه ونجلس ما يمكنش شي اب واخا نتكلم معكم في هذا البرنامج 20 سنه اخرى راه ما يمكن لي شيء غادي يجي واحد النهار نقول نقطه انا تعلمت كل شيء ابدا في كل يوم تعطى لي الامتحانات الصعبه والتمارين القاسيه الصعبه التي ينبغي ان نفكر جيدا في حلولها
احنا اللي كنقولوا استاذ ملي كنقولوا تربيه عشوائيه انا غنجاوبها مزيان جميل انك تجاوب جيد مزيان عرفتي كيفاش دايره التربيه العشوائيه احنا باغيين ولادنا يكونوا زوينين باغينهم يكونوا مجتهدين باغين يكونوا هم مؤمنين باغين يكونوا مربين باغين ما يحشموناش حدا اصحابنا وصحاباتنا باغين 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 بزاف الاشياء وهذا يدل على قمه حبنا لهم ولكن المشكل هل الطريقه التي نقوم بها هي طريقه جيده ام لا بحال شي مرة غادي تحطي لها العطرية مخلطة وتحطي لها الخضر مخلطة وتحطي لها الماء والزيوتات وإلى آخره وغادي غير تجي غير هكا عشوائيا تحط هذه تجمع يعني راس مال كاين ولكن طريقة الوضع قد تقزز الطبع وقد تؤزز الإنسان ويمكن دير ديك تكرفص وتقاتل وتطلع شي حاجة اللي حتى واحد ما غيقبل ياكلها واللي دقى يمجها وكثير من الآباء يقعون في هذا المشكل نية ما نتكلموش فيها عن الآباء شوفي لحظة واحد الإشارة مهمة أختي وفاء القرآن الكريم قال لك وبالوالدين إحسانا ما فيش وبالأولاد إحسانا ما فيش وبالأولاد رفقا وهذا لا تكلم على بعض الظواهر ديال الدفن ودي ولكن بالوالدين إحسانا ورباوك وداروا فعلوا عرفتي علاش لأن الإبن قد يشرد قد يشرد في الحياة ويلاهيه الضوضاء والمشاكل وما يتهلاش في والديه تقدر تنسيه مراته وتقدر تنسيه خدمته وتقدر الفلوس وتقدر أولاده وتقدر أشياء يعني ماشي فطري ماشي بالضرورة أيوة لكن الأمة عندها حب فطري لا نهاية له جميل. ولذلك ما يشقى ما يوصيها لو وصى غادي تولي غادي تطيب غادي تذوب مشات النية كاينة والحب كاين ولكن الأهداف الجميلة موجودة الغايات الكبرى موجودة لكن أنا نعطيك مثال بسيط أختي وفاء باش نفوتوا لسؤال آخر لأن احنا غادي نعالجوا المشكلة معايا متصلين في الهاتف غادي ناخذهم من بعد ما تجاوبني مرحبا مرحبا نعطيك مثال بسيط هذا واقع شفته بيدي أب كيحمق على ولده عزيز عليه بغاه يفوت واحد الامتحان وينجح ما نجحش الولد الأب دار واحد الضغط على ولده بشكل كبير كبير جدا وعاش بالضغط يعني واحد العشر سنين هو كيقري ولده عايش بالضغط ملي شفتو لقيت عنده واحد الثقل كبير جدا قلت للاب يا سيدي واش كتبغي ولدك اياه باغي يكون في المستوى اياه راه ولدك غيتبروك لك في الطريق الشريف الله يهديك تحمله ما لا طاقه له به ستقسموا ظهره تكيس شويه على ولدك جميل غادي ناخذ اتصال معايا العيدي من وجده اهلا وسهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم مساء الخير استاذه وكنحيي الدكتور مساء النور سي العيدي تفضل سؤالك بارك الله فيك سيدي تفضل سؤالك الله يجازيك بخير انا الحمد لله ما عندي حتى شي صعوبات بغيت غير نستشر مع الحمد لله الحمد لله مرحبا واش عندي شي واش راني مقصر من هذا الشيء ولا عندي شي تاثير من هذا الجانب هذا الحمد لله انا يعني عندي واحد النظام مثلا لا في الصباح ولا في العشيه ولا في اي وقت يعني الحمد لله يعني كندير جلسات مع الابناء ديالي ولكن نزيرو شويه على الصلاه وعلى قراءه القران وعلى الليتيد وعلى الرياضه وعلى هما كيطوعوك السي العيدي كيطوعوك عادي من بدون مشاكل ما كيطوعوني ولكن يعني بحال مثلا نوصلهم على هذه الحاجه اليوم غدا خصني نكرر عليها وربما كيتساو عليها وربما كذا وربما ما يديروهاش هذه هي التربيه ضروري لكن للاسف الصوت كيجينا متقطع واحيانا كنفقدوا الاتصال بك لعلنا فهمنا استشارتك الان السي العيدي شكرا جزيلا لك وتحيه لك ولكل المستمعين اللي بوجده غادي ناخذ اتصال اخر معايا حكيم من تونات اهلا وسهلا حكيم مساء النور استاذ وفاء مساء النور السي حكيم بارك الله فيك بارك الله فيك سيدي عندي جوج نقطات بغيت الاستاذ يوضح فيهم مزيان الله يجازيه بخير تفضل سيدي بالنسبه على ذكر التربيه ديال الاطفال نعم انا بغيت نقول للاستاذ دابا احنا قلنا الدراري فوقاش غادي تسالي منها التربيه واش يقدر يبقى توصلنا 20 عام ولا حتى 18 عام فوقاش غتسالي طيب طيب سؤال مزيان طيب سؤال ثاني السؤال الثاني كاين واحد البنت استاذه كتقرا في الخامس نعم حتى كنكون مجتهده فاش ما سولتها كتجاوب وكدير التمارين ديالها انها مجتهده وملي كتدخلنا للفصل كاين عليها كلشي وكترد راه استاذ ما كنبقى عارفه والو هذه فاش دخلت شمن خانه واش دخلها في الخاف ولا كتعشان بغيت الاستاذ يوضح مزيان الله يجازيك بخير باذن الله بقى معنا في الاستماع ان شاء الله غادي تسمع توضيحات في هذه النقيطات بجوج من عند الاستاذ عبد المجيد لوكيلي مرحبا طيب استاذ غادي نمشيو لسؤال السي العيدي يمكن نكونوا فهمنا لان الهاتف انقطع في الحقيقه ما كنتش طيب هو كيقول لك ليس عندي صعوبات ينبغي ان نقلب الايه ونقولها ليس هل عند الأبناء صعوبات؟ نعم أنت ما عندك الصعوبات لأنك أنت الجهة التي تلقي الأوامر وتقرر وتحدد وهذا
فهذا ما عندكش انت لن تكون عندك صعوبات لانك لا تجد معارضة، لان الابناء يسمعون ويطيعون وربما قد ينفذون. قد المشكل اللي غادي نسولك هو واش هذا التنفيذ خوفا ولا ايمانا واقتناعا؟ الا وصلتي توصل لوليداتك هذا الشيء ديرو اقتناعا، هذه هي قمة التربية. لكن انا كنقول ما فيها بس واحد شويه ديال الزيار اللي مقبول، ما يكونش واحد، لان احنا السيبه ما عندناش والزيار بزاف ما عندناش، بجوج خايبين. تحقيق الاهداف استاذ كاين بزاف ديال الطرق، نفس طبعا. الهدف غادي نحققه انا دير ذاك صحيح صحيح احنا انا كنحققه الا كنت كنلعب مع اولادي كنقول لهم انا بالنسبه لي الهدف شنو هو الهدف؟ بغيت نمشي من الرباط القنيطرة مثلا، هذا صغير طريق صغيرة. نعم. إلا بغيت نمشي على الطريق الصغير ولقيته فيه الأشغال ومسدود، واش نتوقف على الهدف؟ شحال من واحد كيبغي يدير الهدف ولقاه تما ويا لطيف ومنه ويتعصب وهذا ويتسنى، وتصور تسد لك نعم سيدي الطريق خمس أيام ولا ست أيام وأنت واقف على شي حاجة خصك تقضيها عندك 24 ساعة ديال الأجل. فبالتالي غادي نمشي، كاين الطريق الوطنية، نمشي نقلب على الطريق الوطنية وبشوية عليا. يمكن الطريق ديال السيارات ما خداماش، نرد سيدي السيارة ديالي ونمشي نركب في القطار. صحيح. القطار راه جالس هذه المرة ما خداش، نمشي في الحافلة على طريق وطني. على كل حال ينبغي أن أبدل وأن أنوع الأساليب. المهم أنا الهدف نوصله، لكن أنوع الأساليب من أجل أن أصل إلى الهدف. فأنا كنقول للسي العايدي الطريق اللي راك غادي فيها على مستوى الاهداف والمضامين ممتازه، الصلاه والقران والرياضه، ولكن غير ما نعمروش الدراري بزاف، لان الا عمرناهم ما غيقدروش يوصلوا. وانا كنقول واحد الفكره دائما، يا ليت ابناءنا يكونون على مستوى عالي من التربيه من ذواتهم الشخصيه والخاصه. يا ربي يوفقنا باش ولادنا يقتنعوا. لان الا اقتنعوا كنتهناو وما كنتعذبوش. كي بعد ما كنكونوا بذلنا جهد كبير باش نخليوهم يامنوا بما نؤمنوا بطبيعه الحقيقة. يعني طريقه وحنا عندنا باش نكونوا واضحين، المجتمع المغربي عندنا فيه بعض المشاكل اللي واضحه. كنعرفوا عائلات بزاف، عائلات يعني ديال سنوات من قبل دابا، كتلقى العائله ملتزمه ولكن كلها خايفه من باها، كيدخل الاب الثقيل ما كاينش الهضره. لكن في الغالب كيكون ملي كيكون عندهم الحريه كيعملوا اللي بغاو هما، ماشي اللي تربوا عليه. صحيح. هذا هو ملي كان زمته وكان كان كان مارس عليه العنف وكان مارس عليه الاوامر، غادي يكبر وينطلق، غادي يسمح في ذاك الطريق، كيتسنى غير الفرصه اللي تتاح له باش يسمح في الطريق اللي وريته. بعض المرات انا اعرف نماذج عرفوا باللي الطريق صحيح، ولكن مادام حملوهم كرها قالك لا عارف حقه ما نتبعهاش. علاش؟ كرفستني في الطفوله ديالي، صافي ما بغيتهاش. هاد الطريق اللي راك فيها ديك الجحيم، بغيت الجحيم. انا بغيت نتنفس شويه الحريه والسعاده، وهذا الخطير جدا. فارجوكم ايها الاباء، ذيك قوض صلي صلي قرا حفظ عرض عليا، ما ديروهاش بزز، ديروها بشكل فني ورائع، ديروها بالهداوه. انا قلت لكم بعض المرات فصلوا هذه، جربتها مع بزاف ديال الناس اللي كيسولوا. كتقول له سير عند ولدك وشدوا في القنت، تقول له شوف عفاك ولدي الله يرضي عليك، بيني وبينك انا عندي واحد المشكل، بغيتك دي معايا في الصلاه ديالك ولدي، الله يجازيك بخير ولدي. ملي تصلي في خمسه الصلوات ما تمنعنيش في الدعاء ولدي، الله يرضى، انا بغيت لك الجنه وبغيت ربي يوفقك في الحياه وتنجح في الدراسه، والباب اللي دق فيها تفتح لك ولدي، عافاك في الصلوات كل خمس دعي معايا. راه هذا الشهر محتاج للدعوات بزاف. اذا دستي من المفتاح العاطفي. صحيح، المفتاح العاطفي. وديما هذه واحد الطريقه اخرى يمكن نبينها في هذه الحلقه هذه. الاباء والامهات الا بغوا ولادهم ينكسروا ليهم يبينوا الضعف ديالهم ماشي القوه ديالهم. احنا كنظنوا بان خصنا القوه باش يتهدوا وليداتنا. نقدر نمشي عند ولدي نقول له شوف ولدي، يمكن والله ولدي يمكن راني مزيرك بزاف، اسمح لي بزاف، يمكن كنحس بانني ثقلت عليك ديما، دير ولدي انا ما كنعرفش نربي وما قريتش مزيان، عافاك ولدي مره الا كان عندك شي اشكال قولها لي، بصح ولدي خصك تعرف انا باغي لك غير الخير، زعما ما باغي لك الشر، باغي لك الخير، ولكن يمكن طريقتي ما مزياناش ولدي، نتعاونوا جميعا ولدي عافاك ونديروا اجتماعات، وديك الساعه شت والله تتيسر الامور.
الامور. اعطيو لولدكم اولادكم الجرأة يناقشوا معاكم ويفضفضوا عليكم شي شويه، نعملوا التوازن ما بين الاوقات اللي نكونوا حنا اصحاب القرار والاوقات اللي نشاركوا ولادنا ان شاء الله في هذا الامر. بالنسبه للحكيم يسال وقتاش غنساليو من هذه التربيه؟ شوف سيدي، قال لك التربيه من اعظم العبادات التي تقربك الى الله تبارك وتعالى. نعم. هي التربيه ديال الاولاد. راه قال لك حتى اللقمه ترفعها الى في امراتك صدقه، الى في زوجتك صدقه. بمعنى ولدك تكسيه صدقه، ولدك تقريه صدقه، ولدك تدفعه يتعلم صدقه، مراتك تجيب لها هديه صدقه، اي شيء تفعله صدقه. ويعني من اعظم العبادات تربيه الابناء. وربي اش قال؟ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اذا سمعت الجواب السي حكيم، حتى ياتيك اليقين. ما عندناش شوف، ما عندناش اوف في التربيه. ما كاينش واحد المرحله. احنا محتاجين للتربيه كبار وصغار، تربيه مستمره معنا. من المهد الى اللحد. نعم، اذا كان الانبياء في كل لحظه يدعون ربهم على الاستمراريه. شوف سبحان الله العظيم، عندنا بعض الآيات العظيمة في كتاب الله. شوف سورة الفاتحة التي تقرأ في كل الصلوات، يعني موضوعها الدعاء. نعم، ركز معايا، بحال كنديروا طلب. شي واحد طالب تخرج وغادي يطلب طلب، يطلب اش غادي يقول؟ إلى جاء إلى السيد المدير المحترم وكذا وكذا، فتثني عليه ثم تبين له يعني رغبتك في الانخراط في العمل وتطلب العمل. هكا كنديروا مع الله الثناء والولاء، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يأتي بيت القصيد في الفاتحة. شنو الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. شكون هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. بمعنى تتربى بالقدوة على آثار الأنبياء والصالحين من الصحابة ومن أهل الصلاح في كل الملل والنحال، ومن الصالحين من أجدادك وأمهاتك، وهذه طريق لا تنتهي أبدا. أنت كالنحلة يعني تذهب إلى كل الأزهار. غادي نرجع للجزء الثاني من سؤال السي حكيم، ولكن بعد ما نأخذ اتصالات. معي السي محمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم للا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، نهار مبارك. أهلا وسهلا بك سي محمد. كنتشرف أول مرة كنشارك في إذاعة محمد السادس. أهلا بك. كنشكركم على الاهتمام الكبير جدا في هذه الإذاعة هذه، وتنشكر الدكتور جزيل جزيل الشكر كبير، وكنحييه من أعماق القلب ديالي على هذه الأجوبة وعلى هذه الأسئلة اللي تيطرحوا المتسائلين. وحنا كنحييوك ايضا وعلى وفائك لهذه الاذاعه. شكرا للا. ورانا محرج، رانا محرج، لان شحال تنقول نشارك نشارك نشارك، ولكن جاتني الغيره اليوم باش نشارك باهم سؤال. جميل جدا، ونعم الغيره هذه. تفضل سي محمد سؤالك. ما نكذبش عليك، يعني اليوم 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 اهتميت بزاف بزاف بالموضوع. عندي لحقاش كيهمني بزاف بالنسبه للولد عندي واحد السن. مرحبا. واش مسن عند الولد؟ عنده تقريبا دابا 20 سنة. مرحبا. وعييت مع على هذه القضية ديال صلي 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 بالهدوء بالفشوش بالتحذير، عييت بجميع الوسائل. إذا بغيتي الآن وسائل أخرى اللي يمكن أنك تحقق نتائج مع هذا الوليد. ما استطعتش نقنعو باش قوم سياخذ الطريق ديال الله ويصلي. الحمد لله كيتصنت، ما كيديرش حاجه خايبه في الوقت في الدار، ممتاز في القرايه ديالو، جيد في الاعمال ديالو داخل البيت خارج البيت، ممتاز. هذا من فضل الله، فجميل انك تكلمتي على الجوانب كلها. ولكن ما استطعش ياخذ معايا الطريق زعما، ورغم ان تنقرا معاه في الدار القران وسميتو والصلاه ما بغاش. باذن الله غادي تسمع الجواب السي محمد، بقى معنا في الاستماع ان شاء الله. بقى معنا عليكم، كنحييكم من اعماق قلبي. بارك الله فيك سي محمد، بارك الله فيك. غادي ناخذ اتصال اخر. معايا عائشه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. الحمد لله. كنشكر بزاف على البرنامج. بارك الله فيك اخت عائشه. كنشكر الدكتور بزاف، كيعجبني النصائح ديالو بزاف. الحمد لله. والصوت ديالو تبارك الله كيعجبني النصائح ديالو لي. الحمد لله. تفضلي سؤالك. بغيت نسولو على سميتو على بناتي. نعم. على حسب يعني هضرتو على هاد الاوطان وهاد الشيء، يعني بحال هاد العطل الصغار ما عندنا فين ندوزو، يعني كتكونوا في البيت. شي حاجه فهمتي اخت عائشه، انت كتكوني معاهم في البيت او كتشتغلي؟
لا لا معاه في البيت. انت معاهم في البيت، اذا هذه هي نقطه ايجابيه كبيره. بغيتي تعرفي كيفاش يمكن تعملي لها يعني كيبغيو يرسموا بزاف، كيبغيو يعني يعني ما كرهش زعما يكون شي جمعيه كتبقى نديو ما كيتعلموا الرسان هاد الكمبيوتر يعني على حساب شي حاجه مزيانه، المهم بحال هاد السباحه بحال هاد الشيء يعني ما كرهش يكون بحال هكا العطاف الصغار بقى يدوزو من تماك. طيب بحال حد مثلا في السيمانه بحال. جميل جدا. شحال السن ديالهم الاخت؟ شحال السن ديالهم؟ وحده طالعه في 12 وحده ب 10 سنين. مرحبا. وعندي واحد ولد عاوتاني جارتي ما كيهضرش بزاف يعني طالع في السن ما كيهضرش. ثلاث سنوات. اي طلع دار 3 سنين يعني كان باك هذا لواحد التربيه وانه امه مسكينه فيها باقا صغيره يلاه طلع في 21 عام يعني كتجيبو عندي ملي كان صغير كنت كنوكلو لها باش يعني تعلم ياكل وهو كيقول لها ما توكليش من دابا وكتخبيه عندي كنقول غير جيبيه ليا ملي يكون هو ديك الساعه تجيبيه ليا ملي ما يكونش ديك الساعه فهمتي عليا الراس يعني بعد ما كبر شويه ديك 6 شهور 10 كيهزو فيدي بقى يعطيه اللعاب ديال الناس سميتو خصو تيخربق في اللعاب ديال الناس عاد يشري له خصو يعلقو في ديك الترياس ديال كيبقى يخربق حتى كيتقلقو الناس كتبقى مصعوب عليه. طيب دابا ملي كبر ولا كيوحل فيها بزاف. طيب واضح اختي عائشة. كيكون المرأة انت هي اللي مسؤولة عليها. طيب جميل جدا الإشكال واضح غادي تسمعي الجواب بحول الله. شكرا على اتصالك. غادي نرجعوا للسؤال ديال البنيتة ديال السي حكيم بغا نصائح. كيوقع لها إشكال أن هي في البيت ممتازة لكن في القسم كيوقع لها بلوكاج. السن في الحقيقة غالبا ديال 5 سنين كيكون مازال ما تحققش الاندماج الاجتماعي في صورته الكاملة. إذا أنا كنعتقد كتقرا في الخامس. البنت عندها 5 سنين وتقرا في الخامس. كتقرا في الخامس. مرحبا. إذا كتقرا في الخامس. إذا هاد الحالة ديال هاد البنيتة غادي تكون في الغالب عندها شويه ديال الخجل، شويه ديال الخوف من الاجتماعي. نعم. ما كتندمش شي بزاف، فانا من الاحسن كنقولي لها كان عندك وقيت وخرجتيها لبعض الباحات، لبعض المناطق اللي فيها شي شويه ديال اللعب، تلقاها تلعب مع الصديقات ديالها، كنعتقد حتى في العائله اللي كانت زيارات عائليه وكانت بعض الصديقات، هنا ممكن كتلعب المدرسه دور كبير في تشجيع البنت على الكلام. كنعتقد الى مثلا غير المعلمه، الى مشينا غير عند المعلمه ديالها نقول لها راه واحد النصيحه قالها شي واحد متخصص. غادي تعيطي لبنتي وشكريها وسلمي عليها وعنقيها، غادي تعطيها الامان باش تتكلم وباش تدوي. هذا شيء مهم جدا. انا اعتقد يمكن هذه الطريقه غادي تسلك معها ان شاء الله السي حكيم والله يصلح لك البنيته. نشوفوا السي محمد. السي محمد والاشكال الكبير ديال الاباء كاملين. سي محمد انا كنقول كلمه عيت ما خصناش نقولوها. انت تبارك الله عليك، الله يحفظك وما شاء الله ونيتك سليمه وما غيخيبكش الله باذن الله تعالى، وسترى من ولدك ما تقر به عينك، وسترى من ولدك ما يسرك باذن الله تعالى. ولكن ما تقولش عيت، لان عيت كتعطي اشارات سلبيه لنفسك، وغادي تقول بالصح انا عيت، وغادي حتى غادي تخلق واحد لوشو، واحد الحقل ديال عيت كدور في الدار. نعم. غادي الجسم ديالك كيطلق واحد الطاقه سلبيه سميتها عيت، فانت لا تفطر ابدا. اعتبر بان ولدك فتح لك حقلا لجني الحسنات. اعتبر باللي ولدك من اللي ما بغاش يلتزم بالصلاه كما ينبغي، اعطاك فرصه من اجل ان تجتهد اكثر وان تنال من الله تعالى الحسنات. عليك دابا الان جوج ديال الطرق. طيب. الاولى الاستمرار بالتذكير بالتي هي احسن، الاستمرار في التذكير بالتي هي احسن. وركز على بالتي هي احسن. ولما نقول التي هي احسن هذه تفيد العموم، يعني اي اسلوب يناسب ولدك، راه غير ما تشد لكش في شي مفصل زوين. كنعرف انا بعض المرات بعض الوليدات وهذا يسر الله تعالى كتلقاه مثلا مثله مثلا جدو كان مرتبط به بزاف، جا يمكن لك دير واحد الكلمه بسيطه وغادي داك الولد في البلاصه غيقرر، يعني نستغل بعض الظروف الصعبه، يمكن ولدك يدير شي مشكل مثلا مع شي صاحبه وتوقف معاه مزيان وتحسه بانك تحبه بواحد الدرجه كبيره وتدخل له قول له شوف ولدي هذا باذن الله تعالى ربي هو اللي وفقنا، عافاك ولدي دعي في الصلاه ديالك باش ربي يوفق، بلا ما تقول له ما راكش تصلي. فاعتقد اما الاشاره بالتوضيح والبيان والصلاه مهمه واعظم ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك الصلاه. الذي يقع احيانا هو اننا كنبنيو جانب ديال التكليف ديال ان خصك تصلي ومفروضه والعقوبه ديالها، وما كنبنيوش اصلا جانب المحبه بينه وبين الله. صحيح. سواء في الصلاه او في الدعاء او في علاقتنا عموما، ما كنبنيوش هذا النوع ديال العلاقه، نفهموا من النعم ديال الله وانه معنا فين ما كنا ومحتاجين. هذا الجانب يمكن خصنا نهتموا به كثير. الصلاة خص يكون فيها أسلوب التشويق. نعم.
لابد أن تبين له ما يسمى بجمالية الصلاة. فين فين هو الجمال ديال الصلاة؟ الصلاة ولادنا كيعرفوا غير بأن خصك تصلي. صليت ما صليتش في الساعة بعدا بالزربة، في الساعة خرجت وكملت، كانوا فيك ثلاثة اللقات وكملت. فكان كنعطيو هذيك الصورة كأنها واجب ثقيل تماما تماما. هلا لا غنقول له سير تواصل معاه، سير دعي مولاك، ولدي سير دعي الله، راك في مرحلة النموش، الله تعالى باش ما يوقع لا مشكل لا مرض لا هذا. فحاول تربط بأن الصلاة منجاة، الصلاة مناجاة مع الله ومنجاة من كثير من الكراب والمشاكل. جدا كنتمنوا التوفيق للسي محمد يا ربي آمين. ودون كل الآباء والأمهات. غادي نمشيو لسؤال الأخت عائشة. بالنسبة هي شيء إيجابي أن هي راه معاهم في البيت. جميلة. كيفاش تعمل لهم أشياء مهمة في هذه العطلة؟ بطبيعة الحال العطلة غادي ديري فيها برنامج. الأولى خصهم يشبعوا نعاس، لأن المدرسة ما كتشبعش نعاس. خصهم يخرجوا شي شويه على النظام باش من يولي النظام يولي بمحبه، بمعنى الا كانوا ينعسوا في العشرة الليل نزيدهم واحد السويعه مثلا ولا نص ساعه، ماشي مشكل في العطله. نعم. يمكن الا كانوا يتفرجوا في التلفزه نصف ساعه نعطيهم نزيد لهم شي واحد شويه ديال الوقت، ما فيها باس. غادي تكون فرصه باش نجلسوا. راه نقدر احنا دابا في واحد السنوات كنعقلوا مثلا كتجي من المدرسه كتلقى بردتي معمر، كتلقى الحرشه موجوده، كتلقى شي بركه قليله، ولكن ملي كنجتمعوا كنجلسوا يمكن جوج ساعات ولا ثلاثه كنهضروا ناقشوا دير هذا كا كنضحكوا عاودنا نكته عاود هذه. فكنعتقد هذا يعني ربحوا الوقت ذاك العاطفه العائليه، هذه فرصه تسقيوها باش تنمو. خليهم معك اخت عائشه حتى في المطبخ شي شويه يتعلموا. علميهم الطبيعه على كل حال. هما هذيك لعب كيلعبوها. لصقي معاهم غير ما تلاحظيش عليهم بزاف، الا علمتيهم في المطبخ ما تقولي لهاش هذه، ما علميها شيئا فشيئا. والبرنامج الاخر مزيان يعني غادي تسولي، راه موجود الجمعيات الحمد لله وكاين ناس ديال الخير. تسولي وما كاين ما احسن تمشي مثلا للمسجد، الا مشيتي للمسجد وتسولي شي وحده تما اللي كدير الدروس، ولا عافاك بغيت بناتي ترشديهم ليا لشي مكان فيه الانشطه ديال البنات وغادي يتوفق بين. الاخت عائشه سالت سؤال ديال ابن جارتها، لكن ربما ما عندناش معلومات كثيره على الابن باش تقدر تجاوبها. علاش ما كيتكلمش؟ هي اشرت اشارات كيظهر انه ما فاهمينش على التربيه. انا اثني عليها على انها تهتم بابن جارتها، فهذا خصله علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنتمنوا الام الجاره يمكن تتصل بينا الاسبوع المقبل بحول الله تعطينا معلومات اكثر اللي بغات تسال على هذا الوليد باش يقدر الاستاذ يجاوبك الجواب اللي غيفيدك باذن الله. شكرا جزيلا لك استاذ عبد المجيد الوكيلي. شكرا جزيلا لكل مستمعينا الكرام اللي كيستمعوا لينا واللي تواصلوا معنا. شكرا جزيلا للزملاء اللي رافقوني في هذه الحلقه، الاخت فتيحه الادريسي اللي كانت معنا في الهندسه الاذاعيه، والاخ وديع زلقان اللي كان معنا في استقبال المكالمات والاخراج. وغنلقاكم الاسبوع القادم بحول الله مستمعينا الكرام. هذه تحياتي انا وفاء جبران، الى اللقاء.